تخري بيا وقفتك لما بحاول صلوتك ودعاك ليا بفتكر ساعة النجاح فرحتك تفتخر بيا وقفتك لما بحاول صلوتك ودعاك ليا حتى في وقت المشاكل بفتكر خوفك عليا حتى في وقت المشاكل بفتكر خوفك عليا زي ما كان المسيح وسط المهانة أمه كانت بالدموع ماشية هنا ماشية في وسط الخطر والاستهانة بين سيوف الشر وجنود الهلاك زي ما كان المسيح وسط المهانة العذراء كانت بالدموع ماشية هناك مشى في وسط الخطر والاستهانة بين سيوف الشر وجنود الهلاك ما كانتش شايفة غير عينيه والكل في عينيها ضباب ما كانتش حاسة غير لهيب الجلد وانين العذاب ما كانتش شايفة غير عينيه والكل في عينيها ضباب ما كانتش حاسة غير لهيب الجلد وانين العذاب ما كانتش سامعة 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 إلا آخر دقة في القلب اللي داب قلبي طفلة أمي يا كلمة غالية قالها المسيح على أرضنا